يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من حالة صحية تجعلهم غير قادرين على إغلاق أعينهم بشكل كامل أثناء النوم، حيث تصبح عيونهم شبه مفتوحة، الأمر الذي يجعل من حولهم يظنون أنهم يقظون في حين أنهم يكونون في عمق النوم. وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فقد أكدت المؤسسة الوطنية للنوم في الولايات المتحدة أن هذه الحالة تسمى العين الأرنبية الليلية، وأنها تصيب شخصاً واحداً من بين كل 5 أشخاص بما في ذلك الأطفال. وأشار الخبراء إلى أن هذه الحالة قد تشير إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية أو أمراض الغدة الدرقية أو تلف أعصاب الوجه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنوم دون إغلاق العينين أن يفسد نوم الشخص أيضاً، حيث يحفز أي ضوء بالغرفة الدماغ على الاستيقاظ، الأمر الذي يؤثر على حالة الشخص النفسية والجسدية. وقد تتسبب هذه الحالة في مشكلات كبيرة للعينين، حيث تحتاج جفون الأشخاص إلى الإغلاق التام ليلاً حتى تتمكن الدموع ورطوبتها من تنظيف القرنية وإصلاحها. ولذلك فإن العين الأرنبية الليلية قد تتسبب في جفاف العين وعدم وضوح الرؤية والعدوى وحتى مشاكل الرؤية الدائمة. وقالت المؤسسة الوطنية للنوم إن هناك بعض الأشياء التي يمكن للشخص القيام بها لمساعدة عينيه على الإغلاق التام، من بينها ارتداء قناع العين أثناء النوم أو استخدام ما يسمى بأوزان الجفن التي يتم ارتداؤها فوق الجفن العلوي لإغلاقه بشكل جيد، أو حتى لصق الجفون بلاصق طبي حسب قولها. وأشارت المؤسسة إلى أن هناك حلاً أخيراً أيضاً يمكن اتباعه، وهو إجراء عملية لزراعة وزنة من ذهب تقوم على تثقيل الجفن العلوي بشكل يخفف فتحة العين.